قال اللي تعرض لهذه الأشياء هذه قال بأنه كان هو آخر واحد وما كانش محتسبها. كيفاش أولا تلقيتوا أنتم كعائلة هذا الخبر ديال الأخ ديالكم مع هاد الناس اللي عرضوا بضر الاعتداء؟ فاش تلقينا الخبر تلقيناه بواحد الصدمة، حيت آخر واحد ما يمكن أنه يدير داك الشيء إلا هو، حيت ما يمكنش يديره، ما يمكنش الأخ ديالي نهائيا يحقر على أي واحد كان، سواء كبير سواء صغير، يكون غادي قلت لك يشوف شي واحد غادي محقور يقدر يوقف ويعاونه وما يحقرش. هادشي اللي غادي نقول لك. انتما كعائله واش تعرضتوا لشي مساومه ولا شي حاجه على الشكل هذا؟ تعرضوا المساومات على الاخ ديالي، وراه قالوهم في الجلسه اللي فاتت، راه كلكم سمعتوهم وسمعتوا المساومات اللي كانوا، بانهم تعرضات عليه 100 مليون، بانه كذلك تعرضات عليه 3000 درهم شهريا تبقى طول المده السجنيه ديالو، وبانه الا خرج راه غادي يلقاو ليه خدمه، يغير الاقوال ديالو وياخذ هادشي اللي تعرض ليه الاخ ديالي مقابل يبدل الاقوال ديالو، يقول بان فلان هو اللي دار ولا بمعنى اختي يعني حيدتهم، يقول بان هو اللي يقول ان ما يبدل حتى حاجه، يبدل غير هذاك ما كان صايق، فلان ما كان صايق، حنا ما كيزعزعوناش الفلوس. المتهم الرئيسي ماشي هو اللي كان صايق. نعم، كما كان هذا اللي كما دابا داز في الجلسه، كما داز في الجلسه الحمد لله ربي، عندنا مرا شريفه كبرتنا بالحلال، كبرنا في الفقر الحمد لله، كتقرينا وقريت وكتوصل فينا وتكافح علينا بالقليل، والحمد لله عندنا القناعه كنخافوا ربي. ما غادي خويا ما غيشري حتى شي حاجه، خويا تيقول لك انا واخا نمشي مظلوم نبقى في الحق ما غنبدلوش. قربينا من الصداقه اللي انا اخويا، انا اختو الصغيره واخويا الكبير، وما غاديش. السؤال اللي طرحت عليك قالت لك قربينا من الصداقه اللي كتربط المتهم بالمتهم، علاقه ديرو معاه واش كان صاحبه قديم ولا غير ولا كتعرف؟ لا تعرف، قال في الجلسه قال عرفت يلاه دابا شهر ونص. تماما داكشي اللي كاين، عرفوا دابا شهر ونص من الرجعه ديال خويا من واحد المعسكر، كانت عنده واحد الاصابه على مستوى الركبه ديالو، خصو يتعافى باش عاوتاني يمشي يلعب برا البلاد. وفي ديك الشهر ونص فين عرفوا تما، وكان هذا هو ثالث لقاء معاه، وكان هذا اول مره خويا غادي يتعطل حتى لذاك الوقت. اما واخا انتم العائله محافظه والحمد لله ذاك ما كاينش. الله يجازيك بالخير. بصراحه يعني هو خوك كان طرب واحد التربيه ربما كانت حسنه، كيفاش انت يعني بين عشتي وضحاها تطرفك مع هاد الناس اللي ربما هو ما كاينش كيحتسب الامر؟ لا، واحد المساله بغيت نوضحها، ان خويا ما كيعرفش المتهمين الاخرين، ما شافهم حتى لذاك النهار ديال الواقعه، كيعرف المتهم الرئيسي بالحكم ديال طبيعه العمل ديالو، انه هو كيدير التدريب وهذاك هو العمل ديالو الوحيد، كان كيدربو على اساس انه باش غادي يبعد من الادمان ويربي الصحه ديالو. ساعة خويا ما كانش عارف مع من غادي، حتى كان غادي في الطريق بدا تيقول لهم انا قاتل الارواح، انا قاتل الارواح، تما فين كانت هذيك الصدمه، الصدمه اللي جات لخويا ما كانش كيتوقع. شنو هي الاقوال اللي دلا بها الاخ ديالك في الجلسه اليوم؟ اليوم واقيلا بقى متشبت بالحقيقه اللي قالها في ديك الجلسه، بقى متشبت بها، بالرغم ان المتهم الاخر كان تضارب بين الاقوال ديالو وبين ما جاء في المحضر ديال الشرطه القضائيه وديال السيد قاضي التحقيق، وحتى السيد القاضي الله يجازيه بالخير حتى هو طرح اسئله مزيانه كتبين ان هذاك السيد راه غير كيكذب. شفنا في الجلسه الماضيه ملي تطرحوا الاسئله والاخ ديالك برا الدمه ديالو، شفنا الانهيار ديال الام ديالك. حيت الوالده مدمره بزاف، هذاك هو العوينه الوحده اللي عندنا، دري واحد اللي بيناتنا هو اللي تقاتل معاه مسكين، هي كانت ماما كتخرج كتخدم، هو كان منين خدم حتى هو كيعوضها، ما ساهلاش، وخاصه انه كيشد الخطوه ديالو، غير كيشدها بحال هكا كامله كيهزها كيعطيها للام ديالو. كان مرضي ماما. مرضي مو بزاف، خاصه من بعد، والام ديالو كان هو اكتافى، كنعرفوا المراه فاش كتولد، بالخصوص الا ولدات ولد ولا جوج، راه البنتيه راه حنينه وكل شيء، ولكن راه كيكون الولد راه هو داك شنو نقول لك، هو داك اللي كتسند عليه المراه الزوجه كتسند على ولدها، كيولي بان لها بان راجلها الثاني راه هو ولدها. داكشي باش الام ديالي يعني ما تقبلاتهاش، انهارت من بعد ما سمعت ديك، تسمحي لي قاطعتك اختي، انهارت من بعد ما سمعت ديك التهديدات اللي كنا تصدمنا بها، كنا التهديدات ديالو تما في السجن. حنا ما خويا ما كانش مخبي علينا هذا الشيء، ما بغاش يخلعنا، عارف الوالده ديالي مريضه ما باغيش يخلعنا، منين دخلنا تما راه الوالده منين خرجات بقات كدير ولدي في خاطر، ولدي غطرى عليه شي حاجه، كان الانهيار. انت اللي كان حاضر ديك المره راه شافها كيفاش نهارت،
لانه غادي تسمعي الكبده ديالك وسط المؤسسه ولا في الطريق انه تيتهدد، راه ماشي شي حاجه سهله. شفنا الاخ ديالك قال في الجلسه، قال الرئيس قال لي انا بغيتك تاخذ الحق ديال البادر وتاخذ لي حقي حتى انا راه ضحيه ديال الاشخاص، حيت دمر ليه مستقباله. خويا عامين هو كيوجد لهاد اللعب، خويا عامين هو كيوجد يعني باش غادي يطلع يلعب، شحال هو كيتسنى بالفرحه، حنا براسنا بالفرحه شحال نطلعوا نقادوا ليه الاوراق وداك الشيء. ماشي سهله تجي فرمشه عين واحد دفنتي واحد دمرتي ليه مستقبله، حتى داك الدري راه خساره، المرحوم بادر خساره، علاش دار ليه ديك الحاله؟ نتوما كعائله شنو الرساله اللي توجهوا اولا للقضاء، ثانيا لهاد الناس المتابعين في هاد الناس، وانتم كيفاش كتشوفوا النظره ديالكم للاخ ديالكم وهاد الخروج الاعلامي ديالكم، شنو السبب ديالو الحقيقي؟ حنا اول حاجه بغينا حق بادر يتخاد وحق خويا يبان. الله يصبر الوالده ديالو، الله يصبر الوالد وخوتو العائله كامله. ماشي ساهل ديك الخساره في داك الدري، نقي كلكم شتوه. حنايا تايقين في القضاء، الحمد لله القاضي نزيه، القضاة كلهم اللي دازت عندهم هاد القضية كلهم نزاع. حنا كنتيقوا أنه غادي ينصفنا وغادي ينصف حتى المرحوم وغادي يتخذ حق المرحوم، حيت ضروري خاص هاد الشيء يدار ليه حد. إلا ما دارش لهاد الشيء حد، حنا ما غنبقاوش نخرجوا، حنا غاديين مرتاحين في الزنقة، ما غنبقاوش نخرجوا في الأمان. كتزوروا الأخ ديالكم في السجن؟ كنزوروا. واخا شنو تيعاود لكم؟ عاود لك شنو كاين تعرض شي مضايقة تما في السجن ولا شي اعتداء؟ لا ما كيبغيش يبرزتنا، كان كيقول لنا كتكون بعد المناقشات ملي كيكونوا غاديين في هذيك السيارة اللي جايبينهم لهنا، هذا الشيء اللي كان كيقول. أما التهديد حنا راه تصدمنا في هذيك الجلسة. المجادلات الكلامية. المجادلات الكلامية ما عمرنا ما تخيلنا أنه غيوصل بهم. حنا قلنا جاو خلعوا لينا الجيران اللي كارين لهم، الناس اللي كارين لهم، ولكن ما عمرنا ما توقعنا غيوصلوا حتى لهذا الشيء. حاجة أخرى، حنا ما غيشريوناش الفلوس. حنا راه مربين في القناعة. القناعة وكنخافوا الله. كيفاش سالين أول كيفاش كتعاملوا مع هذا الفساد بعد الاعتقال ديال الأخ ديالكم والتواصل والتورط ديالكم؟ كنا مدمرين، كنا مدمرين بزاف، حيت كتشوفي كي كنقول لك راه بحال الأم ديالي، يعني كتحس بولدها هذاك السند ديالها، راه حنا كذلك هذا كان هو السند ديالنا. خونا خونا جالسين خونا طالعين خونا، خونا داير لينا العز، خونا حمانا من بزاف الحوايج، خونا اللي وصلنا، خونا اللي خلانا وصلنا تتسترنا الحمد لله، حمانا من بزاف الحوايج. يعني فاش الاخ ديالي نطرى لي هذا الشيء، راه ما نقولش لك، راه الام ديالي نهار عرفات راه هنا تسخطات وطرحات طاح ليها الدم. دابا راه ما كتنعش انا الام ديالي، انا الام ديالي دابا ما كتنعش، بالخصوص فاش سمعت داك الشيء في الجلسه الفايته والله ما كتنعس، كتنعس وتنوض تقول لك ولدي انا ولدي في خطر، انا ولدي غطرى لي شي حاجه. هادشي اللي غادي نقول، وشوف حنا تايقين في العداله وعارفين ان الحق غيتخاد، ونتمنوا حق بادر يا ربي ياخذوه، الله يبين الحق ديال بادر، والله يبين الحق ديال خونا حيت راه ما دايرش ومتورط، الله يبين الحق ديالو، والله ياخذ الحق في كل ظالم. وهادشي كله راه واضح، راه ما كاين حتى شي حاجه غادي تخبى، كلشي واضح في الفيديو، واضح هذا دار هذا فعل هذا دار، ها اللي ما ضربش، ها اللي ما دارش. انا بالعكس الاخ ديالي راه فاش نزل هو اخر واحد في السياره، وقال لك فاش شاف البدر البنيه الجسمانيه ديالو بانه ما غاداش يقدر على هادوك اجدار، غادي كيبعد فيه، راه باينه في الفيديو خويا، غادي شاد الدري وغادي كيبعد فيه باش ما يضربوش. وفاش طاح الدري خويا قال له يعني بغى يدير لي الاسعافات الاوليه، دوروا على جانب اليمين ديالو. هم المتهمين ويدي لي التليفون. كلشي واضح، واش داكشي شفتو في الفيديو واضح ولا ما واضحش؟ كلشي باين. قالك انا بغيت نعاونو وغتعاونو، دورو بعدا على الاقل غير على جانب